مساء الخير واهلا بكم حلقه جديده من برنامج العالم عالمين. احنا بدانا بالفعل فعاليات الاسبوع السادس منذ بدا هذا المهرجان في نسخته الثانيه، والحقيقه زي ما شاهدنا العديد من الفعاليات والانشطه سواء كانت تراثيه ثقافيه الفنيه رياضيه في الاسبوع اللي فات وفي العطله الاسبوعيه الماضيه، سواء كان حفل نجم الوطن العربي الهضبه عمرو دياب، العديد من الانشطه الرياضيه، فرق شعبيه زي فرقه الانفوشي، الاسماعيليه، فرقه مطروح. يمكن الحقيقة أنه هذا الأسبوع لن يقل أهمية ولن يكون أقل قوة من الأسبوع الماضي، علشان كده هيكون عندنا زخم كبير جدا سواء كان على المستوى الفني والثقافي والتراثي. خليني أطلعكم بشكل سريع جدا وهنتحدث باستفاضة وبشكل أكتر تفصيل بعد الفاصل، لكن خليني أقول لكم نبذة قصيرة عن فعاليات هذا الأسبوع وهذه العطلة الأسبوعية. الحقيقة هيكون عندنا افتتاح لمهرجان نبتة، وهذا المهرجان اللي تم الإعلان عنه في بداية النسخة الثانية من مهرجان العالمين الجديد اللي بيختص بالأطفال. والحقيقة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يعني أطلقت هذا المهرجان وهذه النسخة لكل الفئات العمرية، سواء كان للشباب للأطفال لكبار السن. هناك تنوع في الأنشطة في الفعاليات في الأذواق، سواء كان الحفلات الغنائية اللي هي طربية من الطراز الأول، تنوع في المسارح بشكل كبير، هناك مسرح الشارع، مسرح الأرينا. مسرح الشارع الحقيقة أنه هو بيتيح مشاهدة كل الفعاليات اللي بتقام على هذا المسرح بالمجان. هيكون عندنا أيضا افتتاح لمهرجان الطعام، وهناك مسابقة بتقام على البحر وهي لاسمها بايت باي ذا سي، فيها أشهر الطهاة في العالم. هيكون هناك أيضا حفل يوم الجمعة القادم يوم 16 من شهر أغسطس الحالي لمسار إجباري وحمزة نمرة، هي أغنية أو حفلة هتكون شبابية في المقام الأول. هناك استكمال للأنشطة، كل أنشطة ريد بل اللي بتقام في المنطقة الشاطئية، كل الأنشطة الرياضية اللي هيتم مشاهدتها سواء كانت على الممشى السياحي اللي بيبلغ طوله 14 كيلومتر. الحقيقة أنا هأطلعكم على مزيد من التفاصيل، لكن فاصل وهنرجع لحضراتكم. أهلا بكم من جديد. زي ما كنت بقول من يعني دقائق صغيرة بنتكلم أنه في بداية هذا المهرجان تم إطلاق الحقيقة مؤتمر صحفي من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. الحقيقة أنه هيكون هناك خمس مهرجانات ضمن مهرجان العالمين في نسخته الثانية، منهم مهرجان نبتة، مهرجان الطعام، مهرجان الرياضة، مهرجان الأغاني. الحقيقة وأنا بتكلم عن مهرجان نبتة اللي هو مخصص للأطفال، أنا حابة أقول لكم أنه بالفعل يفتتح مهرجان نبتة للأطفال أولى دوراته يوم 15 أغسطس لعام 2024، والمقرر إقامته في مدينة العالمين الجديدة بالساحل الشمالي. صرح السيد رئيس المهرجان النجم أحمد أمين بأن هذه الدورة الأولى مهداة باسم الشاعر والكاتب شوقي حجاب الذي أثرى بفنه على محتوى الأطفال، كما سيتم أيضا تكريم مجموعة من الكتاب والفنانين الذين أمتعوا جيل كامل من الأطفال بمحتوى وأغاني كانت الحياة قدوة ورسالة لا يمكن أن ننساها. أيضا الجدير بالذكر أن مجموعة من نجوم الفن سيشاركون بفقرات كبيرة جدا للأطفال في حفل الافتتاح، مثل النجم هشام ماجد هيقدم أوبرات كلمني مصري، والنجمة شيماء سيف، والطفلة جان رامز، والممثلة الطفلة لافينيا نادر. يقوم فريق الإعداد بقيادة المخرج هشام فتحي بتحضير أوبرات من كتابة منى القيعي والحان أحمد طارق يحيى، ويتوج الحفل شعار المهرجان أيضا. مشاهدينا خليني برضو أقول لكم أنه الحقيقة وإحنا هنا في مدينة العالمين ومنذ بداية هذه النسخة الثانية، الحقيقة أنه الواحد بيشعر بسعادة والفخر والاعتزاز والامتنان لهذا الإنجاز العمراني الحقيقي اللي بينسب الحقيقة للقيادة السياسية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. هو يرمز دائما لقدرة المصريين للتغيير، دائما للأحسن
الأحسن والأفضل والأقوى في كل الملفات وفي كل القطاعات، سواء كانت القطاع السياحة الصحة. خليني أكلمكم أيضا أنه وأنا بكلم عن مسألة القطاع الصحي، الحقيقة أنه برضو في بداية هذا المهرجان كان هناك زيارة هامة جدا من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان دكتور خالد عبد الغفار. تم الإعلان عن إطلاق الخدمة الصحية والخدمة العلاجية لكل المترددين ولكل الزائرين والوافدين لمدينة العالمين الجديدة. كان هناك الحقيقة أيضا زيارات متعددة لوزراء في الدولة المصرية، وهذا إن دل عن شيء بيدل عن اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بهذه المدينة الجميلة جدا، اللي الحقيقة قدرت أن هي تغير خريطة يعني مصر، وأصبحت مصر هي بوابة لإفريقيا وغيرت من خريطة الساحل الشمالي بشكل كبير. كل السياح وكل المترددين لما كان لنا حظ سعيد جدا أن احنا كلمنا معهم على مدار الأسابيع الماضية، الحقيقة إن هم كلهم أشادوا بالتنظيم الهائل ولهذا المهرجان الأكبر والأقوى في الشرق الأوسط. هناك العديد من الفعاليات، بنتكلم عن أكثر من 300 فعالية، زخم ثقافي تراثي هو مش مخصص لفئة بعينها أو مرحلة عمرية بعينها، لكن هو لكل الفئات العمرية، يعني سواء كانت الأسرة المصرية، أسرة من دولة خليجية، من أي دولة في الوطن العربي. هناك العديد من الأنشطة اللي الحقيقة يمكن ممارستها من قبل الأطفال، سواء كان على الممشى السياحي، هناك العديد من الرياضات اللي ممكن ممارستها على هذا الممشى، زي مثلا ركوب الدراجات النارية، السكوتر، كرة السلة، كرة الطائرة، كرة الشاطئية. واحنا بنتكلم ايضا عن جزئية رياضية، كان هناك زخم كبير جدا على مدار الاسبوع الماضية، شهدنا ايضا حدث رياضي كان كبير من حوالي تقريبا اسبوعين، مباراة لأساطير كرة القدم بين نادي الاهلي ونادي الزمالك، كان فيها عدد كبير جدا من اللعيبة. هناك ايضا تنوع الحقيقة مش بس في المسارح والأذواق، سواء كان مطاعم شرقية مصرية لبنانية، different cuisines زي ما يمكن ان احنا نقول. خليني ايضا اقول لكم ان هناك تنوع في حضور كبير جدا لنجوم الوطن العربي، بنتكلم عن أكثر من 30 مطرب من الدولة المصرية ومن الوطن العربي. هناك حفلات غنائية كانت طربية زي ما قلت من الطراز الأول، زي النجم العراقي قاسم الساهر، الفنانة اللبنانية ماجدة رومي. كان هناك أيضا من أسبوعين حفل لنجم الجيل تامر حسني، الأسبوع اللي فات عمرو دياب، ولسه مكملين. وخليني وأنا بتكلم عن الفعاليات، الحقيقة إنه تتجه أنظار كل جمهور الموسيقى لحلقة هتتذاع هنا وهتتسجل مع الموسيقار الكبير عمر خيرت، مع صاحبة السعادة الفنانة جميلة جدا الجميلة والرائعة طبعا السعاد يونس، لأن هيكون هناك حفل كبير جدا بينتظر عشاق الموسيقار عمر خيرت، هيكون يوم 22 من شهر أغسطس الحالي. الحقيقة هناك إشادة كبيرة جدا من خبراء السياحة، خبراء الاقتصاد بهذا المهرجان الأكبر والأقوى في الشرق الأوسط، لأنه هو بالفعل قدر أنه هو يركز على التنمية في الدولة المصرية، يروج للسياحة المصرية ويسلط الضوء بشكل أكبر على إنجازات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الإنجاز العمراني الحقيقي. الحقيقة أنه هذا المهرجان يعد هو الأكبر والأقوى الحقيقة في الشرق الأوسط. هناك العديد من الفعاليات اللي ممكن ممارستها من قبل أي أسرة أو من قبل أي عائلة، سواء كان من الدولة المصرية أو المترددين على هذه المدينة. أيضا خليني أقول لحضراتكم أنه كان بالفعل هناك مؤتمر صحفي خلال الأسابيع الماضية من خلال دكتور عمرو الفقي رئيس التنفيذي للشركة المتحدة، وأيضا رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، الأشاد بالتنظيم الكبير جدا وبالكوادر الكبيرة والقوية في هذه الشركة وبدعمها لكل الكوادر الشبابية. الحقيقة أنه مجهود رائع وقوي جدا ينسب للكوادر في هذه الشركة المتحدة. دلوقتي مشاهدينا الكرام، كنت بكلم مع حضراتكم عن كل الفعاليات الرياضية والثقافية والفنية من ضمن الرياضات اللي بيتم ممارستها هنا في مدينة العالمين الجديدة، المدينة الأحلى والأكبر. هناك سحلة هذه المدينة هي رياضة البادل، عشان كده هنشوف تقرير عن هذه الرياضة وهنرجع لحضراتكم على طول. لو انت في مدينة العالمين وما لعبتش بادل يبقى فايتك كتير. تعال اقول لك اصول لعب البادل مدينة العالمين بالمنطقة الترفيهية، يلا بينا نشوف اصول اللعبة. لا
اللعبه دي ما بنلعبهاش بقالنا فتره كبيره، هي بدأ هنا مقصر من كذا سنه، بس احنا بنلعبها تقريبا من حوالي سنتين. احنا ما احترفناهاش او احنا خدناها في الاول ان هي لعبه ما بين التنس وما بين السكواش، يعني هي البادل ميزتها ان هي اي سن ممكن يلعبها، سواء شباب سواء ناس كبار في السن، سواء حتى اللي فوق ال 50 سنه بيجوا برضو بيلعبوا معانا. اللعبه مش عايزه لياقه عاليه، ودي ميزتها ان انت مش لازم تحترفها من انت صغير، ممكن حتى وانت كبير تقدر تلعبها. اللعبه ميزتها ان هي بدات تنتشر في الفتره الاخرانيه بنسبه كبيره جدا في القاهره وفي المحافظات كمان، وتقدر تلعبها واحد كبير مع واحد صغير، يقدروا يكونوا تيمز. واللعبه بصراحه بتخرج الطاقه وبتخرج يعني تعب الاسبوع كله بيخرج في اللعبه دهيا، وبصراحه هي لعبه ممتعه جدا لكل الاعمار. طبعا البادل منتشر في القاهره ومصر كلها عموما، بس لما جينا هنا حسينا اجواء مختلفه تماما. تلعب بقى جنبك البحر وجنبك العالمين وكل الاماكن الجديده والمشاريع اللي طالعه فيها، فكانت متعه وتجربه جديده غير اللي احنا بنشوفها دايما في القاهره. البادل اساسا جايه من التنس، هي يعني طالعه من التنس، فيها العاب يعني فيها جزء كبير من قوانين التنس، ممكن تلعب فردي وتلعب زوجي، قريبه شويه من نفس قوانين التنس، وهي هنا الاجواء ممتعه على البحر وكده، بتبقى حلوه جدا انت تلعب في الاماكن اللي زي دي. هي البادل قريبه من التنس في القوانين، سواء في السكور بتاع النقط، هي نفس التنس بالظبط، بس طبعا الفرق الازاز طبعا المحطوط ده بس النقطه مش موجوده في التنس. طبعا البادل انت عشان تكسب البوينت لازم تكون كورتك لو خبطت في الازاز انت كده انت خسرت البوينت، لازم تخبط في الارض الاول. اي حد هيخبط الكره في الازاز دايركت، لا الكره كده انت خسرتها، لازم تحاول تجيب الكره على الارض الاول قبل ما تخبط في الفينس. البدل لازم وانت في مدينة العالمين تعدي تيجي تلعب بدل من المنطقة الترفيهية. اهلا بكم من جديد، بينضم لنا زميل هشام عبد التواب من استوديوهات اكسترا نيوز. هشام برحب بيك معانا في برنامج العالم عالمين. برحب بيكي دايما دانا، ودايما بنتابع معاكي كل تفاصيل مهرجان العالم عالمين من مدينة العالمين الجديدة. ويمكن من بداية الحلقة وانتي اتكلمتي عن عدد كبير من الفعاليات خلال الأيام والأسابيع اللي فاتت، وطبعا في فعاليات لسه مستمرة وفي حتى فعاليات هتبدأ خلال الأيام القليلة اللي جاية. اتكلمتي عن مهرجان نبتة اللي هيبدأ خلال الأيام اللي جاية، ومهرجان الطعام بايتس باي ذا سي اللي بالتأكيد هنتابعه ونشوف أشهر الطهاة في العالم ازاي هيجتمعوا في مدينة العالمين الجديدة، ونجرب اكلات من ثقافات وبلاد مختلفة واللي بتعكس مش بس اكل مختلف، ولكن نتعرف على ثقافة بلدان مختلفة. يمكن الاسابيع اللي جاية تشهد فعاليات كمان كبيرة ومهمة، وفي حفلة كمان مهمة للنجم حمزة نمرة ومسار اجباري، وكمان سعاد ماسي هيكونوا موجودين في نفس الحفلة. وبيتهيأ لي يا دانا الحفلة دي في قطاع كبير من الشباب مستنيها. صحيح صحيح يا شام، يمكن زي ما انا قلت ان هي هتكون حفله شبابيه من الطراز الاول، زي ما كان هناك العديد من حفلات طربيه هذا الاسبوع هو شبابي من الدرجه الاولى، لانه كمان هيكون في افتتاح لبطوله كره السله 17 سنه و18 سنه فما فوق، هتكون هنا في المنطقه الشاطئيه او المنطقه الترفيهيه. الحقيقه يا شام العديد من الفعاليات، انت لازم تيجي بنفسك الحقيقه وتشوف، لانه سحر المدينه، الفايبس اللي موجوده، الابتسامه على وش كل المتردد والسائحين في مدينة العالمين. الحقيقة مهما بحاول أنقل لك الصورة أو أوصفها لك، لا لازم بالفعل كل الناس تيجي لمدينة العالمين. الحقيقة هناك العديد من الأبراج السكنية اللي بتشبه حتى العاصمة الإدارية في ضخامة هذه المشروعات، لون البحر اللي ما فيش في جماله في أي مدينة تانية في العالم. مهما أوصف لك حلاوة هذه المدينة، الحقيقة أنه هناك العديد من الأنشطة والفعاليات. في جزئية كمان هشام لازم نتكلم عنها ونسلط عليها الضوء، يمكن إحنا ما اتكلمناش عليها قبل كده، مسألة انه زيارات المتكرره لعدد كبير جدا من الوزراء، في هناك شفافيه كبيره جدا مش بس اللي احنا لمسناها من قبل الوزراء، لكن حتى في تصوير حلقات كبيره زي اسعاد النجمه والاعلاميه اسعاد يونس من قبل ايضا الاعلامي شريف مدكور، ده بيخلق حاله من الشفافيه ما بين الاعلامي او الفنان وبين كل الجمهور، يعني بيقرب لو نقدر نقول بشكل كبير جدا ما بين كل السائحين، وده حاجه جديده بتضاف لكل مهرجانات السياحه حياة
وممتاز هذا المهرجان الحقيقة بهذه النقطة، وإن هناك تنوع كبير جدا في الفعاليات والأنشطة يا هشام. طبعا من خلال التنوع الكبير اللي موجود في الفعاليات والأنشطة، وزي ما قلت يعني يوم عن يوم بتحصل مفاجآت جديدة، بتحصل فعاليات جديدة، نجوم كبار بينضموا للحفلات اللي بتتقدم في مهرجان العالمين، ولكن التنوع ده بينعكس ازاي على حجم الاقبال؟ طبعا دانا انت موجوده في المهرجان من اول يوم ليه، وتابعتي وشفتي وحضرتي الفعاليات من بدايتها والفعاليات المستمره من اول ما بدات ولحد النهارده، ازاي بتشوفي حجم الاقبال والتفاعل مع الفعاليات، مش بس الفعاليات الغنائيه اللي موجوده سواء على المسرح الروماني او يو ارينا، ولكن كمان في فقرات ترفيهيه بتحصل في الشارع، في الممشى السياحي، في في اماكن كتير جدا فعاليات بتتم، الفعاليات الرياضيه وغيره. لما بتشوفي حجم الإقبال عليها هل بيزيد؟ بتشوفي فيه زيادة في حجم الإقبال من أول يوم ولحد النهاردة؟ وكمان نوعية المنضمين للفعاليات إزاي بتكون؟ هل بتلاحظي أنه في فئات أصغر سناً بقت موجودة بشكل أكبر مع الفعاليات اللي رايحة أكتر ناحية الشباب ولا لا؟ كلمينا أكتر عن نقطة الإقبال هشام. هي الحقيقة هي نقطة غاية في الأهمية، مسألة الإقبال الكثيف والقوي والكبير على مدينة العالمين، وهذه النسخة الثانية مهرجان العالمين الجديد، الحقيقة إنه إقبال كبير جدا 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 من كل الفئات العمرية على كل الأنشطة، سواء كانت الأنشطة الرياضية الثقافية الفنية، كل المهرجانات اللي هي ضمن مهرجان العالمين، سواء كان مهرجان نبتة اللي هيبتدي في هذه العطلة الأسبوعية السادسة، مهرجان الطعام، مهرجان الغناء، مهرجان الرياضة. الحقيقة إن إحنا كنا بنتكلم إن هناك عدد من الفرق الشعبية أو الفرق الغنائية اللي كانت موجودة العطلة الأسبوعية الماضية الخامسة، زي مثلا فرقة الأنفوشي، فرقة مطروح، دي كان عليها إقبال كبير جدا، وده بينوم عن التنوع في الذوق المصري وذوق حتى السياحي بشكل كبير. الأسبوع ده كمان عايز أقولك، أنا يمكن نسيت أقولك أنه هيكون أيضا من ضمن الفرق هيكون في فرقة أوبرا عربي بقيادة الفنان محمد مصطفى، هي عبارة عن سكتشات مأخوذة من عدد من المسلسلات، من المسارح، المسرحيات، الأفلام المصرية، هتكون عبارة عن مسرحية صغيرة، مسرحية مبسطة يتم عرضها. لذلك الحقيقة إنه أي حفلة غنائية، أي نشاط ثقافي أو تراثي بيكون عليه إقبال كبير جدا، وكل التذاكر بتخلص من قبلها بأسبوعين تقريبا. يمكن من أكتر الحفلات اللي تم عليها إقبال بشكل كبير جدا الهضبة عمرو دياب، وأكيد أنت تابعت معنا وشفت طبعا مش بس طبعا الإقبال الكبير من كل الفئات العمرية الحقيقة، لكن حتى كان هناك تنظيم مبهر وقوي أشادت به العديد من المؤسسات وخبراء السياحة بشكل كبير. فإحنا بنتكلم عن تنظيم قوي جدا لم تغفل عنه الحقيقة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. أيضا هيكون في مسرحية الستات عايزة إيه، هتبقى هنا موجودة في نورث سكوير مول، هيكون هناك استكمال لمسرحية موسم الرياض، وإحنا بنتكلم عن موسم الرياض برضو جدير بالذكر هشام كما تعلم انه كان هناك بعض الحفلات، ويمكن على راس هذه الحفلات الهضبه وعمرو دياب، كانت طبعا بالتعاون مع الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه وايضا هيئه والترفيه السعوديه وموسم رياض. وكمان عايز اقول لو تديني فرصه هشام انه الدوله طبعا المصريه قد ما هي بتقدر بشكل كبير تحقق نجاح في قطاع السياحه وفي كل القطاعات وفي كل الملفات، واتحدث هنا عن مهرجان العالمين، لم تغفل عن القضية الأكبر، وإن هي كانت دائما المساند الأول والأكبر للقضية الفلسطينية. عايزين نأكد أنه في بداية هذا المهرجان وفي بداية هذه النسخة تم الإعلان عن تخصيص 60% من أرباح هذا المهرجان تعود لدولة فلسطين الشقيقة، والحقيقة مش محتاجين نتحدث عن دور الدولة المصرية اللي كانت دائما الدعم الأول والأكبر للقضية الفلسطينية، مش بس منذ بدء أحداث 7 أكتوبر الماضي، سواء كان على المستوى السياسي بعقد السيد الرئيس عدد كبير جدا مع قادة ورؤساء دول العالم، على المستوى الإنساني بدخول كل المساعدات عن طريق معبر رفح. بس احنا نرجع تاني ونتكلم عن مهرجان العالمين الأكبر والأحلى في الشرق الأوسط. كمان يا دانا مهرجان العالمين يعني في كمان لمحات إنسانية كبيرة جدا بتحصل وبتتم، يمكن انت ذكرتي جزء من اللمحات الإنسانية اللي موجودة فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية وتخصيص جزء من الأرباح، ولكن كمان في لمحات إنسانية بتتم خلال الأنشطة والفعاليات اللي موجودة ضمن فعاليات طبعا مهرجان العالمين الجديدة، في مراعاة كبيرة جدا
لذوي الهمم، سواء بتخصيص أماكن ليهم يحضروا الفعاليات أو حتى بمشاركتهم يكون في مسابقات رياضية ومسابقات من أنواع مختلفة تكون مناسبة لمشاركة ذوي الهمم. في كمان يعني توفير تذاكر مجانية لأبناء وأسر الشهداء. في لمحات إنسانية كتير جدا موجودة في صحيح. فعاليات مهرجان العالمين يمكن الضوء مش مسلط عليها، وفرصة تقول لنا يعني أهم الجوانب الإنسانية في الفعاليات. أنا بشكرك هشام الحقيقة عن يعني ذكر هذه الجزئية. الحقيقة إنه زي ما تعودنا إن الدولة المصرية عمرها ما غفلت يعني أبدا عن كل الفئات العمرية وعن كل فئات المجتمع المصري، ودايما السيد الرئيس يمكن هدف الدولة المصرية دائما في المقام الأول. أماكن ومناطق لذوي الهمم أو حتى أنشطة ليهم، لكن حتى شاطئ لذوي الهمم. الحقيقة أنه هناك اهتمام كبير جدا بكل الفئات العمرية خاصة الشباب، إن كما تعلم هناك العديد من الأنشطة المخصصة للطلاب، هناك ورش عمل للطلاب، أيضا هيكون هناك ورش عمل كبيرة جدا مختصة بمهرجان نبتة هتبدأ يوم الخميس والجمعة الموافق 16 من شهر أغسطس الحالي. بنتكلم عن فعاليات كبيرة جدا، مجهود كبير جدا في هذا المهرجان، واللي هو بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اللي بتقدم العديد من المبادرات الوطنية اللي هي بتتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية اللي بتهدف في المقام الأول تنمية حياة المواطن المصري. اختيار بقى مدينة العالمين هو تم مش بس لحدوث أو إحداث نوع من التنمية الحضرية، لكن حتى لأساس اقتصادي قوي في الدولة المصرية. مركز حضري، هو مركز حضري لجانب كل المناطق العمرانية الجديدة الواعدة في الفترة القادمة. أنا عايز أقول لك إنه وأنا بكلمك عن الفعاليات، الحقيقة الواحد بيبقى مبسوط جدا منذ بدء هذا المهرجان. أي نعم هو محتاج طاقة كبيرة جدا، لأن أنت من أول ما بتصحى من النوم هشام في فعاليات كتير جدا وأنشطة، سواء إن أنت تروح البحر، هناك العديد من مراكز الصحية وتجميل، جيم في كل مكان في مدينة العالمين، مطاعم ومقاهي مختلف الأذواق، وزي ما قلت different cuisine سواء كان إيطالي شرقي مصري. بتكلم وقت السانست يمكن ناس كتير بتبدأ تروح على المنطقة الترفيهية والمنطقة الشاطئية لممارسة عدد كبير جدا من الأنشطة الرياضية. هناك مشاركة كبيرة جدا لاتحادات مختلفة لرياضات مختلفة داخل الدولة المصرية في هذا المهرجان. يعني قبل ما حد يجي مهرجان العالمين لازم يكون فيه انرجي ويكون فيه باور وفيه طاقة، لأن بالفعل الجديد لا ينتهي في مدينة العالمين. هناك جديد كل دقيقة، هناك أنشطة كل يوم، ويمكن الأسبوع ده هنشهد العديد من الفعاليات الفنية والغنائية والرياضية في هذه العطلة الأسبوعية السادسة يا هشام. يمكن دانا هنتكلم أكتر عن الفعاليات خلال الأسابيع اللي جاية وتقييم عام عن الأسابيع اللي فاتت والأيام القليلة اللي فاتت. وكالعادة بينضم لينا عبر الهاتف الأستاذ مصطفى الكيلاني الناقد الفني، برحب بيك معانا دايما في برنامج مهرجان العالم عالمين، وخلينا نتابع معاك تقييمك للأيام القليلة اللي فاتت، الويك اند اللي فات، يعني أهم الفعاليات اللي لفتت انتباهك فيه والمنتظر خلال الأيام اللي جاية من العالم عالمين. أهلا بيك يا هشام وأهلا بدانا. بص يا هشام، الاسبوع اللي فات طبعا كان الاسبوع الاسخن في المهرجان. طبعا تابعنا كم الجمهور والعدد غير العادي اللي كان موجود في العالمين علشان حفلة الهضبة عمرو دياب، والعدد طبعا عدد كبير جدا جدا من العرب موجودين، عدد كبير جدا بالعشرات الالاف من المصريين خلال الويك اند اللي فات. رقم كان خرافي لدرجة انه يعني الناس كان خلاص ما بقتش عارفة تدخل او تخرج من العالمين بسبب الزحام الشديد من الحضور. صورة تخض بصراحة، يعني صورة الجمهور هناك تخض بشكل غير عادي. طبعا عمرو دياب نجم نجوم الوطن العربي كله رقم واحد يعني، بس محدش كان متوقع خالص كم العدد ده اللي جوه الحفلة واللي بره الحفلة كمان. اللي بره حفلة رقم خرافي، فده طبعا كذا ويك اند ناجح خلال من بداية المهرجان، من اول لقاء مدحت صالح وحفلة منير الكينج طبعا، لكن طبعا مع كل
اسبوع العدد بيزيد في العالمين والجمهور بيزيد، الكلام على المهرجان عربيا وعالميا بيزيد، والكلام والتفاصيل الكتير جوه المهرجان كتير قوي قوي. صحيح أستاذ مصطفى، يعني أنا عايزة حضرتك بتكلم أنه مسألة التنوع حتى في الفنانين، وحضرتك بتقول أنه الإقبال الكبير جدا كان يخض، هو فعلا عند حضرتك حق، يمكن أنا موجودة في مدينة العالمين، هو يخض بشكل مبهر وبشكل يدعو للفخر والاعتزاز والامتنان للدور الكبير والجهد الكبير اللي قامت بيه الدولة المصرية في هذا الإنجاز العمراني الحقيقي. مسألة أنه هناك أكثر من 300 فعالية، هناك اختيار لأكثر من 30 نجم سواء كان من الدولة المصرية من الوطن العربي، الحقيقة انه حضرتك ازاي شايف ده بيروج للسياحة المصرية في الدولة المصرية والاماكن السياحية والساحلية ايضا ده داخل مصر من ناحية، ومن ناحية تانية بيسلط الضوء بيركز على التنمية العمرانية اللي وصلته الدولة المصرية في هذه المدينة الاحلى والاقوى هي مدينة العالمين الجديدة. بس يا دانا بشكل واضح انا عندي مجتمع عمراني جديد لازم اعمل له دعايه، الدعايه دي تبقى بشكل عادي من خلال اعلانات ومن خلال اعلانات المطورين العقاريين ومش عارف ايه، ودعايه مبتكره من خلال فعاليات فنيه، فعاليات رياضيه، فعاليات ترفيهيه. فاحنا استخدمنا شكل الدعايه المبتكر اللي هو الشكل اللي بيدي رواج اكتر وبيدي بيعبر عن روح المكان اكتر. المكان ده طول الوقت معروف لدى العالم كله على انه المقبره، اكبر مقبره ألغام في العالم، ومعركه الشهيره اللي هي حتى الان الناس رغم انتهاء الحرب العالميه من 1945 ولكن الناس كلها كانت بتتكلم على روميل وحربه مع مونتجومري في صحراء العالمين. النهارده بنتكلم على تم تطهير المنطقة دي بالكامل، تم تحويلها إلى منطقة سياحية نقدر نقول عالمية. حتى الآن ما جرى في العالمين هو أقل من 20% من المتطلع إليه من المنطقة بالكامل. مش هقدر أقول النهاردة إن إحنا مصر بتتكلم على العالمين الجديدة بس، لا، مصر بتتكلم على من بداية الساحل الشمالي للحدود الغربية، هي العالمين منارة الساحل لكن التطوير هيشمل كل المنطقة دي والجزء الخلفي ليها كمان اللي هو جزء منه الدلتا الجديدة، جزء منه المناطق التطوير اللي حاصل جوه واحة الجارة وواحة سيوة وغيرها من المناطق الجنوب المتوسط، يعني اللي بقى بعد عن البحر شوية بجنوب الساحل. طبعا يعني هتبقى خطة كبيرة جدا وواعدة للتطوير في كل هذه المنطقة اللي ملهاش مثيل الحقيقة في العالم كله. أنا بشكرك شكرا جزيلا الناقد الفني مصطفى الكيلاني، شكرا جزيلا على وجودك معنا دايما في العالم عالمين، ودانا دايما بسعد بمشاركتك يعني الحديث عن مهرجان العالمين وكل فعالياته، ودايما بتنقل لنا كل الفعاليات وكل الحفلات وردود الأفعال من العالمين الجديدة. أنا اللي بسعد أكتر يا هشام، وهسعد أكتر وأكتر لما تيجي مدينة العالمين وتشوف بنفسك وتشوف بعينك الفعاليات والأنشطة، لأنه بالفعل مدينة العالمين سواء بموقعها المتميز المطلع على ساحل البحر الأبيض المتوسط، يعني جوها الأكتر من رائع. الحقيقة أن هي قدرت تغير بشكل كبير خريطة الساحل الشمالي، أصبحت بوابة مصر على أفريقيا. أنا هنقل لكم يا هشام كل الفعاليات وكل ما هو جديد بالتأكيد على مدار الحلقات القادمة والتغطيات القادمة. بشكرك شكرا جزيلا يا هشام، وإلى اللقاء.